هذه عملية استئصال أورام المثانة، شايفين هذا ورم بالمثانة، ورم عنقودي طبعا بالمنظار، وهذا ورم آخر بالمثانة أكبر. ففي عدة أورام بالمثانة، أورام عنقودية، فهذه تحتاج منا أن نزيلها إذا أمكن بالكامل. إذا ما أمكن نأخذ عينات منها حسب حالة المريض، وقد تجزئ الحالة إلى مرتين. فهني قاعد نستكشف، هني عدة أورام مثل ما شايفين، هذه عنقودية في جدار المثانة العلوي أو الأمامي، وهذه فائدة المنظار للتأكد من عدد الأورام وأماكنها وعلاقتها بفتحة الحالب حتى يعني يتم استئصال كامل. وهذا أيضا منظار ورم أمامي، فبدأنا بالجهاز الكهربائي حتى يقوم بقطع الأورام مثل ما احنا شايفين. في البداية ممكن كشطها بشكل ميكانيكي بدون الكهرباء، بعد ذلك ممكن استخدام القطع الكهربائي لإزالتها بشكل أكثر دقة. ولما نزيلها نأخذ عينة من العضلات والأنسجة السفلية حتى يتم التشخيص بشكل دقيق. وهني قاعد نحاول نشيل منها، والآن بدينا بالجزء الكهربائي مثل ما شايفين اللون الأبيض صار الكشط الكهربائي، فنحاول نزيل الأورام. ومهم جدا أن ننتبه لجميع جوانب الورم حتى يتم إزالتها بدقة. وهني مثل ما احنا شايفين تم إزالتها، يعني باقي شيء بسيط وهذا الورم تم إزالته. في عدة أورام مثل احنا شايفين أماكن كثيرة بالمثانة. هني نروح للمنطقة الأمامية عشان نزيل بعض الأورام، وهذه قد يكون فيها صعوبة لأن تكون بعيدة عن المنظار، فنحتاج أن تكون المثانة نصف ممتلئة ويكون في ربما المساعد يضغط عشان على البطن حتى يقرب المثانة. مثل ما احنا شايفين هذا الورم أمامي، نقرب منه ونحاول أن نكشط الورمة بالجهاز الكهربائي، ويتم على طول مراقبة المثانة بحيث نتأكد من سلامتها ومن دقة الاستئصال. هذا هو الورم مثل احنا شايفين، نحاول نوصل له، والآن وصلنا بشكل أحسن، ونبدأ نشيل. قاعد نشيل الأورام، نحاول نشيل أكثر. طبعا الاستئصال هذا جزء منه علاجي، في بعض أنواع الأورام اللي تكون سطحية إنه يكون استئصال هو علاجي بالإضافة إلى أنه هو تشخيصي، حتى يتم تشخيص نوع الورم وسمك وسماكة وصوله ونشاط الخلايا فيه، فنستمر في القطع. هني المريض هذا عنده تضخم في البروستاتا مثل ما هو موجود وباين معانا، طبعا بسبب ان الوصول للورم يخلي فيه صعوبة، فنلجأ احيانا الى تقشير البروستات خصوصا المرضى الكبار في السن لتسهيل وصول المنظار الى مناطق الورم، وهذا اللي صار في هذه العملية. فهي من العمليات اللي تم دمج نوعين من العمليات في عملية واحدة بسبب الحاجة لهذا الامر حتى يصل المنظار بشكل امن الى مكان الورم ويسهل إجراء العملية بشكل جيد. هني استأصلنا جزء من البروستات، وهني وصلنا إلى قشرة البروستات، ونستمر حتى يعني يكون مسلك دخول المثانة سهل وزاوية قطع الأورام تكون سهلة، فهذا مهم نستطيع إزالة الورم معه. هذه هي بقايا البروستات اللي مسوية صعوبة في الوصول إلى الورم، وهني مثل ما احنا شايفين البروستات تم إزالة أجزاء مهمة منها حتى تسهل وصول المنظار. وهذا هو الجزء الأمامي من البروستات، أيضا إزالة مع الكي بنفس الجهاز، هو الجهاز الكهربائي، وهذا الجهاز الكهربائي ثنائي القطبية، يعني يشتغل في محلول الماء والملح الطبيعي مما يقلل من مشاكل امتصاص السوائل. هذه عضلة التحكم احنا بعاد عنها، مهم جدا مراعاتها. وهذه بقايا البروستات في الجزء الأسفل، نشيلها حتى المريض ما يعاني من صعوبة في التبول بعد العملية.
ونستمر في القطع وفي الأوعية الدموية البسيطة نكويها كي الآن الوصول للمثانة وزاوية وضع المنظار أصبحت أسهل. شايفين أصبحنا نستطيع أن نضع المنظار بشكل أسهل وأيسر لإزالة الورمة، فهذه أحيانا تكون عملية مطلوبة لتسهيل عملية إزالة الورم. فهني خصوصا هذا الورم أمامي والمنظار صار مستقيم أكثر، ما في زاوية بسبب البروستات، فصارت الإزالة أحسن وأسهل. ومهم مراعاة سماكة المثانة، يعني نأخذ سماكة جيدة حتى تكون يعني كافية للتشخيص وأيضا تزيل الورم بشكل كامل. طبعا هذا الجزء مهم في الأورام اللي هي متوقع أن تكون سطحية، فيكون يعني كأنه جزء علاجي مثل ما ذكرنا، مو بس تشخيص الورم. لما الأورام تكون يعني بينها عميقة ممكن نتجاوز عن بعض الأنسجة ما نشيلها، لأن راح نلجأ إلى إزالة المثانة بشكل كامل. هني يعني نكوي مثل ما نسمي منطقة الورم حتى يعني نقلل أي إمكانية نزيف، وأيضا نقلل فرصة يعني زيادة نشاط الورم بعد ذلك. وهذا نفس الجهاز يقطع ويكوي يعني حسب مكانه وطريقة استعماله. هذا هني احنا دخلنا في مكان البروستات مثل ما قلنا، قاعد نكوي مكان البروستات حتى نوقف النزيف فيها. طبعا بعد نهاية العملية نضع قسطرة بولية، عادة تبقى مدة يومين إلى 3 أيام حتى يتم يعني التئام المثانة والتئام سطح البروستات بشكل جيد.